عبد الجليل خد ايه؟ خد كمل دول. ماشي. ايه ده يا ابراهيم؟ ده عصير فياجرا الصومالي. يلا. شيخ حسن عندك؟ يعني ليلة دخلتي في الصومار على بنت زعيم قبيلة في كوخ والشيخ حسن هيبقى جوه بيعمل ايه بمنظر اهلك ده؟ ولا زاهر؟ قول تهام ان عبد الجليل مستنيه بره. امشي يلا من هنا. امشي. يلا بقول لك ايه؟ امسكني. ما تجيش تاني. يلا. انا مش مصدق نفسي. والله العظيم ما مصدق. معقول انا وانت اتجوزنا؟ مصدق. بحبك، بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. عارفة يا نضال؟ أنا عمري في حياتي ما كنت متخيل إن أنا ممكن أتجوز لحد ما قابلتك. وأنا كمان عمر ما في راجل مرى عيني غيرك. طب عايزك توعديني بحاجة. قول إيه هي؟ مش عايزك تخافي من أي حاجة في الدنيا طول ما أنا معاكي. ياما! ياما يا لهو ياما لا! ياما ياما ياما! ياما إيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده حسين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش قرد يا وسادة يا لو يما خلاص ده قرد قرد خلاصي رجع علينا خافش طيب مش ما تهدى ما تهدى ايه؟ فوبا يما 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 اجري يا بنت طب تعالى اجري يا بنت من هنا ولا انت مش عارفك بنت ولا انا الطيب انا بقول لك انت الله يعافيك يا وسيم تهدى قرد يا لو يما حسام قرد خلاصي شوف حسن عندك يابا يابا طب ولا زاهر ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده زاهر؟ صحيح الغربة ما بتعمل تعال يا زاهر بتاع اللي انا شربته ده لازم نبقى ناخد معانا شويه مصر تفتكر جوازنا ده حلال يا نجي؟ طبعا حلال
ده الشيخ حسن هو اللي كتب الكتاب، وفي شهود، يعني اسلامي اسلامي، يعني رسمي واسلامي وشرعي وافريقي كمان. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، الجواز اساسه الاشهار، وديك شايف القبيله كلها فرحانه بينا وزفونا ورقصونا وما فيش بعد كده يعني. بس الجواز مش اشهار بس. طيب قدري بقى اللي انا شارب سلطانيه دي زفاف قزح واحده و... ها خليك لطيفه بقى. اهم حاجه في الجواز الصراحه، واحنا قبل اي حاجه لازم نقعد قعده الصراحه. الله بقى الناس عامله لنا الزيطه دي كلها، مولعين نار في كل حته عشان نقعد قعده مصارحه. انت عامل عمله كبيره، واوعى تفتكر ان انا مش حاسه. عملت ايه يا ماجي؟ انا اللي سرقت بنك اليومي، والشنط اللي معانا دي كلها مليانه دولارات. انت حرامي. ده انا طلقت جوزي الاولاني لانه كان حرامي. اقوم اقع في الشيخ منظر. انا حرامي بس مش زي جوزك. جوزك سرق الفلوس وهربها بره مصر، وانا سرقت الفلوس وهدخلها مصر. احنا حق بيها. وانت علشان تعمل عمل وطني تقوم تسرق؟ مصر مش محتاجه حراميه علشان ظروفها تتحسن. مصر مليانه حراميه، هي ناقصه. كان نفسي انتصر في اي حاجه، بقالنا كتير ما انتصرناش. الشباب اللي معايا دول شباب محبط، نفسهم يلاقوا اي فرصه يعملوا اي حاجه عليها القيمه. خلاص دول بقوا مليونيرات بفضل ناجي بيع عطله. بقوا مليونيرات، كل واحد فيهم هيرجع مصر ومعاه كذا مليون دولار، ويبقى من اكبر رجال الاعمال، وهيعمل قلعه من اللي عمله جوزي. انت زعلانه قوي كده ليه؟ اللي احنا سرقناهم دول مش هما اللي سرقونا؟ مش هما اللي سرقوا ارضنا؟ ما هو لو كل واحد اتسرق مد ايده هو كمان وسرق، هنبقى كلنا حراميه. ما فكرتوش تعملوا حاجه؟ تبنوا مصنع، تعمروا ارض. نبني ايه ونعمر ايه؟ انت مش عايشه في الدنيا. احنا مش عارفين نعدي من خرم ابره مقفوله بالضبه والمفتاح. انت عايزه ايه يا كاميليا؟ عايزه تبلغ عني زي ما بلغت عن جوزك؟ ناجي انا حاسه انك انت غريب عني، مفيش اي حاجه تربطنا ببعض. وعد الجواز اللي احنا كتبناه مع بعض ما ينفعش، ما ينفعش، لانك انت نفسك مزور. شكرا وشادة، أنا مش عارف أقول لك إيه. شكرا على كل حاجة، أنت راجل عظيم، ربنا يخليك لشعبك.